كنحس بزاف، ولكن ما كان بغيش نبين قدامه باش ما يزيدش يتأثر هو. انا كنجد جلالة الملك الله يخلي له صحته والله يخلي له وليداته. ضربني خاطري اخويا، نشوفك كيضربني خاطري. اقتلوا من لا غير سالة، بنادم ما تيغيرش على ولادو على بلادو، ولا راه ما عنده حتى شي حياه، موت احسن حياه. قدرت نحيد عليا الكرا، قدرت نحيد عليا الموت، قدرت نحيد بزاف ديال واحد الهم كان ثقيل عليا. كنشكركم بزاف بزاف اخوتي المغاربه، كنحبكم. وانتم عارفين هاد الوقيته راه ما بقاتش الثقه حتى واحد ما كيسمح في ولادو. انا راه ما سامحاش فيها، ولكن الله بالله ما رقيت لهاش. انا غادي نصيفط لك، ولكن ما تبقيش تهضري معايا بزاف، ما تجاوبينيش على لي اوديو، غنوالفك ما غنوالفك. كان الناس كيتبسلو عليك وهما عارفين بانك انت مرت الراجل. لا مثلا طايح لي عرس لي ولدي لاباري، والله ما بغيت نديرهم. علاش ما كنفكرش لراسي، كنفكر لراجلي. مشاهدينا على أشواق تي في، أهلا ومرحبا بكم. دائما في تتبعنا الملفات وقضايا الحالات الإنسانية، اليوم لنعود معكم للكوبل شيماء ومجد. كلكم تفرجتوا في الفيديو اللي كنا دوزنا معهم، كلكم تأثرتوا بهذا الكوبل، كلكم عرفتوا التضحيات اللي يعني قدمتها هاد الزوجة للزوج ديالها. اليوم جينا باش نشوفوا واش كاين واحد التفاعل من المغاربة لهذا الكوبل بعد الفيديو ديال أشواق تي في. اختي شيماء، بعد الفيديو ديال أشواق تي في، يعني واش تقدري تقولي لنا واش كاين شي تفاعل من المغاربة؟ والحمد لله شفنا بزاف ديال المغاربة انهم تفاعلوا في لي كومونتير، وشفنا الفيديو يعني حصل على واحد النسبة ديال المشاهدة يعني كبيرة. عاودي لنا الان كيفاش تفاعلوا معاك المغاربة. اول حاجة كنشكر قناة أشواق، ثاني حاجة كنشكر المغاربة كاملين داخل وخارج أرض الوطن، كلهم حسوا بيا وتعاونوا معايا. اللي ما تعاونش معايا قال كلمة طيبة، وكنشكروا بزاف. ومازال لحد الآن كيجيوني اتصالات كيسولوني على الزوج ديالي وكيقولوا لي ما تخليش عليه. كنشكركم بزاف بزاف. قدرت نحيد عليا الكرا، قدرت نحيد عليا الموت، قدرت نحيد بزاف ديال واحد الهم كان ثقيل عليا. كنشكركم بزاف بزاف اخوتي المغاربه، والله يكثر خيركم والله يرزقكم من فضله يا ربي. اذا ندوزو للاخ مجد، كيفاش جاك التفاعل ديال المغاربه؟ كنتي قلتي لي باللي حسيتي براسك ما بقيتيش بوحدك، الكاميرا قدامك، عاود لينا كيفاش تفاعلوا معك المغاربه. الحمد لله كاين المغاربه ناس اللي كرماء، ولاد الناس ولاد عائلات، الحمد لله تيحسوا بنادم اللي مريض ولا اللي مضرور هكا، الله يجازيهم بخير. وقفوا معايا شي ناس، كاين ناس بزاف اللي اتصلوا وعاونوني، وكاين اللي عاونوني بكلمه حسنه وبالدعاء، ويا ربي شافيتينا الله يجازيهم بخير. وانا الحمد لله لقيت تفاعل مع الناس مزيان، الحمد لله غير ديك الكلمه طيبه اللي كنسمع على الزوجه ديالي كيهضروا عليا الله يشافيه، هذيك كافة. الحمد لله الحمد لله، وسدينا بعض المصاريف ديال الكرا، وخدات المواد الغذائيه للوليدات، وخدينا اللي خص للدار. اخويا الله يجازيهم بخير، وكنشكرهم بزاف من هذا المنبر، وكنشكر القناه ديالكم ديال اشواق. يعني الحمد لله القناه ديالنا معروفه بالمشاهدين ديالها الاوفياء، اللي كيحاولوا انهم ديما الحمد لله كيتعاونوا مع اي حاله كنحاولوا اننا ندوزوها. ندوزوا للاخت شيماء. شيماء، ملي اتصلتي بيا قلتي لي بلي كاينين شي ناس اتصلوا بيك باش انهم يستفزوك، شي ناس يعني حاولوا انهم حتى يتبسلوا عليك كما قلتي لي، تقدري تعاودي لي اكثر؟ اول حاجه كيدخلوا نوامر على اساس كيبقاو يصيفطوا لي دي زيموسيون. فاش كنهضر اوديو كيقولوا لي صيفطي لي لاكارت ناسيونال، كنصيفط لهم لاكارت ناسيونال، كندعي معاهم شكرا.
من بعد شويه كيبقى كل ساعه كيجيني ميساج وانا من المرأة شكرا وما تخليش على راجلك وهادي شويه عاوتاني كيبقى يقول لي انا غادي نصيفط لك ولكن ما تبقيش تهضري معايا بزاف، ما تجاوبينيش على لي اوديو، غنوالفك ما غنوالفك. كان يعني الناس كيتبسلو عليك وهما عارفين بأنك انت مرت الراجل. كيعرفوا راه واحد في اليوتيوب كومونتا قال لي كتب واحد الكلمه، وقلت له ما فهمتش، قال لي ما غتفهميني حتى تتزوجي بيا. قلت له لا حول ولا قوه الا بالله، قلت له انا راني مزوجه وحنا راه ماشي ديوتيين. ودخلوا لي كومونتير، بدا كيجاوبني بجواب فاحش، ما صافي ما قدرتش نجاوبه وخرج بحال هكا. إذن كما كتشوفوا مشاهدينا، يعني حشومة أنكم تشوفوا بعض، يعني بعض الناس اللي كيشوفوا حالة بحال هذه وكيحاولوا أنهم يتبسلوا بالسيدة اللي هما عارفينها أنها مرت الراجل وضحت عليه بزاف وجالسة معاه وما بغتش أنها تطلق منه، وكيجي واحد أنه يقول لها يعني صيفطي لي فيديو باش نصيفط لك الفلوس. يعني هذه حالة ما تقدرش تهضر معاها بديك الطريقة، حسبها الأخت ديالك، حسبها بنتك، حسبها أم ديالك. يعني الله يهدي بعض المغاربة، الله يهدي بعض الناس اللي كيحاولوا أنهم يتبسلوا على عيالات الرجالة، خصوصا في هذه الحالة هذه اللي ما قدرش حتى يتعاون معاهم يقول لهم غير كلمة طيبة. أخي مجد، يعني أنت باش حسيتي ملي كتشوف انه كاينين شي ناس بحال هادو، بعض عديمي الضمير اللي كيحاولوا انهم يتبسلوا على الزوجه دي؟ ما نكذبش عليك، ملي كنشوف ناس بحال هكا تنقول راه ماشي كلشي كيف كيف اخويا، ما يمكنش غادي يكون نفس البشر كله خايب. كاين بنادم طيب وكاين بنادم اللي ما مخلقش، واللي ما مخلقش الله يهديه ويحط راسو في بلاصه الزوجه ديالي وحسبها اخت ديالو. واش بغى يولي يدير له الاخت ديالو هكاك؟ ما يبغيش، اللي بغى يدير له الام، ولكن الله يهديهم اخويا. انت باش حسيتي ملي كتشوف؟ كيضرني خاطري هكاك، ملي كنشوف هكاك كيضرني خاطري. اقتلوا من لا غير سالة، بنادم ما تيغيرش على ولادو على بلادو، ولا راه ما عنده حتى شي حياه، موت حسن حياته. كيستفزو الانسان هكاك، هذا كيستنى استفزاز فهمتيني. لا هكاك انا تنقول من الاحسن ما يهضرش، يدعي معايا من بعد وما نعرفو ما يعرفني ويدعي معايا دعوه الخير، وهذا اللي كاين. شي كلمات بغيت تقول على هاد الناس اللي كيحاولوا انهم يستغلوا بحال هاد الظرفيه هادي باش انهم يعني يحاولوا يتبسلوا بالزوجه ديالك، شنو تبغي تقول لهم من منبر اشواق هاد المنبر؟ كاع اللي كيعطيو تما دي كومونتير سلبيين راه ماشي ايجابيين، عرفهم بانهم ما عندهمش حس ديال البشر. البشر راه هو اللي تيحس بخور المسلم، اما اللي ما كيحسش بخور المسلم ما هذاك راه محال واش يكون بشر، حاشا لله حاشا لله اخويا. انا هادشي كيضرني، تنحاول انا مريض ما نزيدش نعصب راسي بهادشي، ان هادشي راه كيزيد على النفسيه ديال بنادم تيحطم. انا خاسر الرجل ويزيد بنادم راه غادي يستفزك، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني بما انك قلتي لي رجليك، حنا يعني كاينين بزاف ديال المغاربه تعاونوا معاك الحمد لله. الان شنو يعني مازال خاصك؟ شنو المطلب ديالك باش يعني كنتي قلتي لي بلي شريتي شويه ديال الدواء، الان المغاربه كاملين تيشوفوا فيك، شنو المطالب اللي مازال بغيتي تقولها للمغاربه عبر قناه اشواق التيفي؟ المطالب ما نكذبش عليك هكا، هاد السكنه كنوض هكا والطواليت ما نكذبش عليك ما تنقدش، غير باش نهبط ندير غير السما ونعاود نطلع حتى للتروازيام راكم طلعتو. انت قلتي لي البارح بانك راه طحتي واقيلا هنا وقت البارح، والله الا غير الزوجه ديالي اللي اللي خرجت هزاتني، دخلت كل اللي فازك بهذيك الجلسه اللي في البارح. يعني كما كتشوفوا مشاهدينا اجواء يعني حزينه، يعني شنو اللي خلاك تبكي؟ ديك الطحليط كنتي حداه فاش طاح؟ كنت هنايا تسمعت بزاف. باش كتحسي ملي كتشوفي راجلك بحال هكا ما قادرش انه ينوض؟ كنحس بزاف ولكن ما كنبغيش نبين قدامه باش ما يزيدش يتاثر هو. انا كنجد جلالة الملك الله يخلي له صحته والله يخلي له وليداته، راه اللي غيساعدني اليوم راه ما غيساعدنيش غدا، وهو راه عنده الدوايات افي كياكلو كي راه خصني كولا عشان نخلصو. وانا ما كنقدرش نقول لبنادم اللي عاوني نقول له زيد عاوني، صافي ما الله يحسن العوال. كل واحد راه كل واحد عنده ظروفه، يعني كل واحد عنده مشكلته، كل شي عنده الله يحسن العوال. انت ما كتقدريش انك تخرجي تخدمي وتخلي راجلك كلشي يبغي يستغنى اخويا.
انا هما سناني طايحين لي، هرس لي ولدي لاباراي، والله ما بغيت نديرهم. علاش ما كنفكرش لراسي، كنفكر لراجلي. ما بقيتش نبقى جالسه في هاد البيت. انا مصاب كل لقيت غير بيت وكوزينه ديالي، ما يجي يدق عليا حتى واحد. ما غاديش نخرج على هاد الاعلام، الله يجعلني ما ناكل غير الخبز. الحمد لله ونشكره، وكاين المحسنين اللي يجيبوا لي الدواء. واللي لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني كما كتشوفوا مشاهدينا، يعني أجواء حزينة غادي تخلي بعض عديمي الضمير اللي حاولوا أنهم يتبسلوا بهذه السيدة، باش أنهم يعني إلا عندهم شي ضمير غادي يضرهم. نعم قاطعك، واحد قال لي عندي بنتي انا خدام في البنك الشعبي، وصفت لي كود ما كاينش كاع منه. مشيت لويستر يونيون، قال لي هذا الكود هذا ما كاينش. سجلت، قال لي عندي بنتي. السيد كيهضر معايا مازال جون، وكيقول لي عندي بنتي عندها صالون استيتيك، وكيدخلوا كيديروا للبنات المساجات. ونصاكم كانوا غير بنات، نعل الله والمتشبهين بالرجال، ونعل الله والمتشبهين بالنساء. واش هو بغى باش يدبر لك على خدمه في داك الصالون، ولا كيتبسل عليك بحال الجميل؟ كيتبسل عليا، وميم طون كيدخل معايا في مواضيع ديال ديك الهضره فاحشه. وانا كنقول له لا حول، كنقول له راه ربي راه حرم هذا الشيء، يعني بلا ما تزيد تطول معايا في هذا الموضوع. في الاخر صافي غوت عليه راجلي هو يبلوكي. يعني انا عارف باللي عندك جوج وليدات، ويعني هاد جوج وليدات كيفاش كديري تتعاملي معاهم في هاد البيت اللي مضيق؟ حنا عارفين عندك جوج وليدات وراجلك مقطع عليه الرجل، كي كتعاملي حيت مازال صغير معايا، مازال ها انتم كتشوفوا كنعس انا هنا وهو كينعس هنايا. البنت ما عنديش كي ندير لها، البنت خصني كل سيمانه نمشي ندير لها مصروفه. كاين بعض المرات اللي ما كنمشيش نشوفها كاع، اقسم بالله نوريكم الصور تاعها وتشوفوها، راه مازال صغير. بغيت نمشي نجيبها لكم دابا وتشوفوها ونشوف. وسامحة في بنتي، وانتم عارفين هاد الوقت راه ما بقاتش الثقة، حتى واحد ما كيسمح في ولادو. انا راه ما سامحاش فيها، ولكن الله بالله ما لقيت لها جهد. وكانت تجمع انا وولادي في دار وحدها، وراجلي ويبرا ويدير بروتيز رجلو، تكون شي حاجة ديالنا. انا بغيت سيدنا يشوف هاد الفيديو هذا ويحن فينا، الله يخلي له وليداته ويخلي له صحته، والمحسنين المغاربة اللي في قلبهم الرحمة. حنوا فينا، الله يحن عليكم. راه اللي غيعطيك اليوم راه ما يمكنش يعطيك غدا. انا راه ما راه المصاريف عندي افي، يعني الكرا خصك تخلصي كل شهر، الدواء خصك تخلصي كل شهر. وما جاتش كل مره انا نبقى غادي نعيط للصحافه ونبان. انا راه ما عمرني بنت في هادشي ديال لي سوشيال ميديا كاع. وكيدخلوا الناس كيسبوني تيقولوا لي ما عندها اسنان. ما كنفكرش في راسي انا، قولوا اللي بغيتوا، انا كنفكر غير راجلي ووليداتي. بغيت شي حاجه ديالي. شوفي انا متاكد والمشاهدين ديالنا ما كيخيبوناش، ان شاء الله المره الجايه غادي نرجعوا عندك، وغادي نلقاوك ان شاء الله يعني دايره سنيناتك، وغادي نلقاو الراجل ديالك عنده يعني داير بروتيج لرجلو، وغادي نلقاوكم في واحد الحله يعني اللي مزيانه. اذا مشاهدينا كما كتشوفوا معنا، حاولنا اننا نرجعوا لهذا الكوبل هذا، شيماء والاخ ديالنا، اللي يعني كلكم تاثرتوا بالفيديو اللي داز على اشواق تي في. من هذا المنبر يعني كنقول للناس اللي كيحاولوا انهم يتبسلوا بهذه الزوجه، انه اللي ما قدرش حتى يعاونها ماديا يعاونها غير معنويا. يعني الكلمه الطيبه راه مزيانه في حق هاد الناس، هما محتاجين اللي يعاونهم يعني بشي كلمه طيبه اللي يحفزهم، اللي يعني راه ماشي ضروري الماديات هما كل شيء. الى هنا يعني نستودعكم الله. كان معكم حمزه اغني، مبعوث قناه اشواق تي في، ومعي خلف الكاميرا عز الدين السطوري. الى اللقاء. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.